أسعد الله مساءكم بكل الخير. لم تسجل في المملكة أي حالة بإصابة بمرض الكورونا لهذا اليوم، كذلك سجل 6 حالات شفاء، وبالتالي يصبح عدد المصابين الباقين في المستشفيات 89 حالة. للأسف سجلت حالة وفاة في مستشفى الملك علياء لأحد المصابين رحمة الله عليه ولأهله الصبر والسلوان. كذلك تم إجراء ما يقرب من 3000 فحص عشوائي للمواطنين، والحمد لله جميعها كانت سلبية. منذ 24 من شهر يناير، شهر 1، لم نكتفي فقط بمواجهة أزمة وباء كورونا بإجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاقات على أهميتها، بل عملنا خلال 3 أشهر على تطوير قدراتنا كدولة في التعامل مع هذا التحدي الوبائي غير المسبوق. وبلغة الأرقام، رفعنا قدرتنا على إنتاج الكمامات والأفرهولات لحماية الفرق والأطباء والتمريض والمعقبات بنسب كبيرة. اليوم بالذات 1,300,000 كمامة أنتجت في الأردن، لم نكن ننتج أي كمامة في ذلك الوقت. كذلك زدنا أسرة العناية الحثيثة، واليوم لا زال العمال يعملون في مستشفى الأمير حمزة لزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة ICU، حيث زادت الأسرة في مستشفى الأمير حمزة لوحده بنسبة 30 سرير عناية حثيثة لم تكن موجودة سابقا. فرق التقصي الوبائي زادت من 15 فريق إلى 160 فريق. كذلك رفعنا قدرتنا على إجراء فحوصات PCR للكشف عن إصابات الكورونا من 300 إلى 3000، وإن شاء الله بتوجيهات سيدنا في المستقبل القريب ستتضاعف هذا العدد، سيتضاعف بل وسيصل إلى 3 أضعاف، إلى ما يقرب 10,000 بإذن الله. كذلك زدنا عدد أجهزة التنفس الاصطناعي في القطاع الصحي العام إلى ما يزيد عن 1,000 جهاز فنتيليتر جاهزين للعمل. إن سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاقات المدروسة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مكنتنا من اغتنام هذه الفترة الزمنية الحاسمة لتعزيز قدرات نظامنا الصحي ليكون أكثر منعة وقدرة وجاهزية على التعامل مع هذا الوباء. وهذه الإنجازات بالإضافة إلى مستوى الوعي الكبير الذي ترسخ لدى المواطنين بأهمية اتباع سبل الوقاية هو ما يسمح لنا اليوم بالعودة التدريجية الحذرة والمجدولة والمدروسة لعدة قطاعات اقتصادية حيوية، لأن المجتمع المتمتع بالصحة والعافية هو القادر على إعادة العافية للاقتصاد. وتنفيذا لتوجيهات جلالة سيدنا، سوف نتابع العمل بالتعاون ما بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لوضع خطة صحية وطبية للأشهر المقبلة ترتكز إلى أعداد الأسرة والكوادر الطبية في غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس والكشف عن فيروس كورونا، بحيث تزداد بكمية تكفي لأي طارئ، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات لنكون قادرين على التعامل مع أي تغيرات في الحالة الوبائية لا سمح الله، وللتعامل مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة. الحظر الشامل يعني وجود غالبية المواطنين في منازلهم، وهذا يمكن فرق التقصي الوبائي للوصول إلى فئة مهمة هي المخالطين وفحصهم والتأكد من وضعهم من حيث الإصابة، وهذا مستوى مهم جدا في محاصرة العدوى. كما أن الحظر الشامل يعني عمليا التخفيف من المخالطة والاحتكاك ويبعد المواطنين بعضهم عن بعض، وهذا ضروري في ظل ما شهدنا من انفتاح وعودة تدريجية للقطاعات. وهذا الإجراء يقلل عمليا فرص الإصابة ويكسر شيء في علم الوبائيات يقال حلقة الإصابة أو cycle of infection، وهو إجراء ضروري في المرحلة الحالية لمحاصرة المرض.
كذلك أريد أن أنوه اليوم والبارحة تم تطعيم 41,133 طفل، والمراكز فاتحة لاستقبال الأطفال فلذات أكبادنا للتطعيم ولحمايتهم للمستقبل. حمى الله الوطن وقائده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.